كيف حالك دكتور؟ الله عليك حبيبي. سلامتك حبيبي، ان شاء الله ما فيك شيء. الله يسلمك دكتور. عندي مشكلة وبعاني منها كثير كثير. وشو المشكلة؟ دكتور، هاي الحزوقة ذبحتني ذبح وصرت استحي اقعد مع الناس من وراء الحزوقة يا دكتور. فبدي حل إلها. وهي الحالة بتجيك بس تعصب؟ دكتور، بتخنقني كثير. ومرات تمسك معك؟ دكتور، مرات بتمسك معي ما بتقعد ماسكين كثير ما بتخليك يا دكتور. تعرف الحالة هي تجيني مرات بس اصير عصبي؟ بس الحمد لله دكتور، حاليا خفت مع الادوية اللي اخذتها. والله جد؟ وشو اخذت لها لما خفت؟ رحت على دكتور كثر الله خيره، كتب لي علاج بعدين اخذتها. هذا شكله دكتور شاطر، وشو العلاج اللي اعطاك اياه؟ اي اسم الدواء دكتور؟ اكتب لي اياه. طيب وهذا قال لك كم مره باليوم؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات اليوم؟ بعد الاكل ولا قبل الاكل؟ بعد الاكل. بعد الاكل، يعني اذا اخذته هذا بخف؟ اكيد بخف. واذا ما خفيت؟ هي هو الوضع بالضبط. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. يا حبيبي مين هذا؟